سي عمر أنجزار، المدير الإداري لجمعية ملتي زنيت لمدرسة كرة القدم، أهلا بك على موقع المنبر الرياضي. اليوم الجمعية ديالكم ومدرسة جمعية ملتي زنيت لمدرسة كرة القدم كتجري مجموعة من المباريات الحبية مع فئة حسنية أكادير بحضور الطاقم والأطر ديال مدرسة حسنية أكادير وكذلك الفئة ديالها. سي عمر، في البداية بغيناك تعطينا شنو الغرض من هذه المباريات هذه؟ اولا السلام عليكم، وكنشكروا عاوتاني كنجدد الشكر للمنبر الرياضي اللي ديما كيواكب هذه المناسبات فيما كانوا. وبالنسبه لهذا النشاط ككل، هذا كيبقى نشاط تشكيلي، ماشي شي نشاط اللي هو كبير، انما واحد الاتفاقيه اللي حنا دايرين ديال الجمعيه ديال ملتي زنيت مدرسه كره القدم مع حسنية أكادير، بحكم ان لي ميور جول اللي كيخرجوا من المدرسه كاين الاولويه لحسنية أكادير. ديجا دابا راه خمسه كاينين عندهم، والفئات الصغرى هذا هو الهدف من هذا المجيء ديال الطاقم التقني كله ديال الحسنيه، هو هذا هو الهدف الاول، هو المدرسه ديالنا اللي دابا حاليا كيجريو مقابله ديال البراعم وديال كتاكيت باش يشوفوا يشوفوا الدراري اللي ما تعطاتش الفرصه يمشوا لأكادير ويبينوا المواهب ديالهم. ومادام شافوا بان الدراري كيشاركوا بزاف العصبه وكيدخلوا في كاس دانون وكيدخلوا كيشاركوا في مقابل على برا، وهذا يعني عرفوا بان كاين واحد الخزان هنا وكاين واحد المدرسه اللي كتنتج الكتاكيت وبراعم اللي في المستوى، داك الشيء جاي يشوفوهم عن قرب ويشوفوا الانتوراج فاش كيترينيو والمسائل كلشي. وهذه مادام جايين هذا الطاقم التقني، حنا ارتئينا بان عندهم الفئات ديال المينيم او مينيم بي، عندهم كراسين بريم في الجروب وغادي يتبرجوا، وكاين اللي برج غيلعبوهم، وفكروا علاش ما دا يجيبوا حتى هما دراري ديال الميني باش نشوفوا لهم حنا دراري اخرين هنا باش يلعبوا معهم مقابله حبيه ما بين الميني اللي هما في العمر ديال 2000 2001 2002. وحنا ما حوايج حتى الاولاد تيزني، حنا ما عندناش الفئات الكبار، كاين حنا جمعنا تيزني كلشي ديال لي ريجيون ديال هذا اللي كيلعب مزيان، كان جمعنا واحد المنتخبات هنا اللي حتى هما ينسجموا بيناتهم يعرفوا بعضياتهم ويبينوا القدرات ديالهم. لما لا الا كان حنا الهدف هو مقابله حبيه، ولكن الطاقم التقني راه حاضر كيشوف. لما لا الا كان واحد مثلا كيلعب في بونعمان ولا كيلعب في جره ولا كيلعب في كلو، وجا النهار لعب ماتش وشافوه مزيان وعنده امكانيات، لما لا باش يلعب مع بريمي ديزيون الحسنيه. حنا الحمد لله حنا كلشي مادام الا كان الدراري تيزي مشاو شرفوا لعبوا مع الفريق الاول بريمي ديزيون الحسنيه، حنا راه شرف لينا كاملين، وهذا هو القدوه باش كلشي كيجداد باش يوصل ذاك المستوى اللي يوصل اللعاب هذا، وهذا هو المغزى من هذا اللقاءات هذ الجوج. ولكن في نفس الوقت حتى حنا اللي تفاجئنا هو ان درنا غير جوج فرقي جمعناهم 2000 2001، ولكن اللي تفاجئنا جاونا اربعه فرقي ديال الدراري. وحنا بطبيعه الحال هنا كرياضيين وكروح رياضيه ما يمكنش نحرموا حتى شي واحد بغى يلعب مقابله ضد الحسنيه يجي يلعبها، كاين اللي ما عمره تحت ليه الفرصه باش يلعب مقابله حتى ضد امل ديزني. دابا اليوم الحمد لله هذا حنا عطيناهم فرصه كلهم، غيكونوا حتى اربعه الفرقي غيلعبوا شويه باش كلهم تحت ليهم فرصه بان لعب مع فريق حسنيه أكادير مع الميني مع هذا ومع مدربين كبار، كاين حمو محال كاين بولمغار كاين حموده كاين المدير التقني مسيو ميغيل الارجنتي ديال الحسنيه. دونك هنا الحمد لله ملي المستوى هذا كانوا اللي علاقه ما بين لي زيكيب كبار راه مزيانه، حنا مزيانين راه كتكون شراكه، اما الا خاصنا شي حاجه هما راه كيستقبلونا باحضان وهذا، وحتى حنا راه الشيخ نتعاملوا معاهم بروح رياضيه، وهذا هو اللي خص يكون في الرياضه ككل. شكرا سي عمر أجزار. اكيد ان مدرسه ملتي وجمعيه امل تزنيت لمدرسه كره القدم كتحقق مجموعه من النتائج الايجابيه، اخرها مشاركه مجموعه من اللاعبين في نهائي ولي العهد اللي تقام باسفي، وتمكنوا من تتويج رفقه فريق جمعيه شيشاوه. فينا وصل مشروع والاهداف ديال جمعيه امل تزنيت لمدرسه كره القدم هذا المشاريع لحد الساعه اللي كنا عندنا شي عام شي دوزون هادي ولا تروازون تقريبا، راه حنا غاديين فيها الحمد لله، راه غاديين بواحد خطى ثابته. وغير حنا المدرسه فيها 60 واحد، بطبيعه الحال ما غاديش يخرجوا 60 واحد كلهم دي ميور، كتلقى واحد ولا كاين في الكتاكيت كتلقى 9 8 6 الدراري في البراعم نفس الشيء كتلقى عاوتاني 6 9. حنا اللي مزيان حنا ما كنضمو حتى شي واحد اللي في المستوى، حنا كنضحيو واخا كاين المشاكل ديال الترونسبور ما كاينش كاين بزاف، حنا كنديرو شراكه مع الرجاء أكادير، لان باش يشاركوا في العصب في الكتاكيت. الحمد لله هذا العام راه ذاك العام راه داو الكتاكيت داو البطوله ديال العصبه من بينهم 9 ديال المدرسه والباقي مع الرجاء، وهذا العام بحكم الظروف اللي هي صعيبه كتنقلات الطوموبيل ما كانتوش دراري كلشي، هنا كان العام تقصاو في الربع لا في البطوله ولا في وسط الربع ديال مع الفراقي مع 32 فريق، يعني الكتاكيت تكراصاو 6 ايام في 32 فريق في العصبه، والبراعم تكرصوا 5 ايام في 32 فريق. الحمد لله هنا كاين باريس كتقول حتى 70% ديال المدرسه راه هما اللي كيشكلوا النوايو ديال الفريق ديال الرجاء، وبحكم ان الرجاء حتى العصبه وحتى اكادير هنايا عاود طائنا ديال الشراكه مع جمعيه اخرى رياضيه بحالنا، هي جمعيه الرياضيه شيشاوه
اللي الحمد لله كان كنا استقبلنا واحد المره درنا دوري هنا مع الكوكب وهذاك حتى هما كيعيطوا لنا ملي كيكون شي حاجه كنعيطوا له. دابا الحمد لله هما عاود ما نساوش اللي حنا اللي تعاون اللي كان عاود عيطوا لنا في اللي كاين هذه البطوله باش يشاركوا فيها هما فاسفي اللي هي النسخه الاولى لدوري ولي عهد مولاي حسن. واضطرينا نمشيو بخمسه العراسيل المخيرين اللي كانت ديونا انا ما باش ندوب بزاف وتا هما عندهم خمسه ودينا شراكه مع جمعيه اخرى في مراكش. حنا درنا منتخب والحمد لله راه تنافسوا مع فرق كبيره جوج ديال الدار البيضاء وربعه في اسفي اللي هما فرق قويه وجديده وكاين مراكش وكاين صويره كاين بزاف الفرق 16 فريق الحمد لله طلعوا للنهائي وتلقاو مع الفريق الاول ديال اسفي اللي هو ديال الفيدراليه ديال النوادي ديال اسفي. الحمد لله تمكنوا باش يربحوا الدار البيضاء بجوج لواحد في الفينال وفي الفينال واحد لواحد وربحنا في بيناتيات. والحمد لله اللي كيشرف هو ان اللاعب من 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 مدرسه نادي جنيد عاطف دا احسن لاعب على صعيد هذيك النسخه ودخل في التاريخ لان النسخه الاولى في فاسفي دا شاركوا فيها خمسه الدراري ديال مدرسه نادي جنيد واحسن لاعب راه من طرف. كنشكر المنبر الرياضي على الالتفاته مره اخرى وحنا نتمنوا نكونوا حققنا شي حاجه اللي كنا كنسبوا ليها ومزيد من الجهد ان شاء الله الا احنا باقي ما نعطيو راه نعطيو ان شاء الله. شكرا سي عمر انجار المدير الاداري لجمعيه امل تزيد لمدرسه كره القدم.